على بعضها، يبقى كوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه دقيق، كوبايه سميد، دي كده الكوبايات اللي عندنا، عليهم نص كوبايه جوز الهند، رشه فانيليا، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره خل، علبه زبادي بتاعت السوق، واربع بيضات. هي دي مقادير الكيك. شربات والسكر هيكونوا قد بعض، كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه، وبحط الليمون شرايح سلايس كده، ما بحطش عصير ليمون يا منه، لا هو ليمون شرايح. وفي الاخر خالص بعد ما بيغلي غلوتين بحط معلقه سمنه، بتفرق جدا في طعم الرواني. اظبط درجه حراره الفرن على 180 تحت ومروحه، ما عنديش مروحه يبقى تحت بس، يبقى دي اول حاجه نظبطها مع بعض. ندخل على تاني خطوه، نحط الشربات على النار. امشي معايا زي ما انا بعمل كده بالظبط، هحط كوبايتين ميه على النار. بسم الله، نزلت بالميه الاول، كوبايتين ميه عليهم كوبايتين سكر، ماشي كده، وطبعا مش هنقلب السكر، هو اول ما يغلي هيدوب لوحده. وهحط بصوا شرايح ليمون كده، كفايه قوي التلاته دول، على نار هاديه. بعد ما يغلي مده 5 دقايق اطفي عليه النار، واحط فيه معلقه سمنه تدوب في السخونيه بتاعه الشربات. دي قوام الشربات، شايفين خفيف ازاي؟ مجرد غلي 5 دقايق بس، طفيت عليه، وسلايز الليمون ده بيدي مزازه حلوه جدا جدا جوه الشربات. بس يا ستي، وطفيت عليه وهدي وبرد خالص على ما تعملي الرواني بتاعتك. اول حاجه هعملها ممكن في الخلاط، وممكن بالمضرب اليدوي، وممكن بمضرب الكهرباء، خلاص عشان ما يجيش حد يقول لك لا ده انت استعملتي مضرب الكهرباء يبقى ما ينفعش اي وسيله تانية وانا ما عنديش. لا يا ستي، نفس الترتيب، اشتغلي في الخلاط مالكيش حجه. النهارده تعملوا شويه رواني تدعولي عليها باذن الله. اول ما انزل بالاربع بيضات وانا مغمضه كده، التوأم الملتصق بتاع البيض، الفانيليا، وعندي في المقادير بتاعتي معلقه خل، يبقى برده انزل بيها هي كمان، وعندي سكر، طالما السكر خشن يبقى ينزل مع البيض في الاول. بسم الله، دول كده هتعملي في الخلاط، يبقى دول هينزلوا الاول في الخلاط. يلا بينا نضرب الكلام ده، ندوب السكر مع البيض. بسم الله. ايه اللي عليه الدور بقى انزله على الخليط؟ علبه زبادي من علبه السوق، مقدار علبه السوق، سواء بلدي او شركات مش هتفرق معانا، والله ما بتفرق معانا. نضرب الزبادي جوه الخليط. بسم الله. وبعدين تعالوا بقى دور الماده الدهنيه، نص كوبايه زيت زي ما اتفقنا، معاها نص كوباية سمنة، وممكن الكوباية كلها تبقى زيت، ما عنديش أي مشكلة خالص. بسم الله. بس يا ستي، شوفي بقى لو انت شغالة في الخلاط خلاص كده الخلاط دوره انتهى، شكرا قوي على كده، هروح جايبة كل المقادير الجافة واحطها عليها وبالمضرب اليدوي زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. كوباية سميد سادة اللي هو بتاع البسبوسة، حلو قوي، زيها بالظبط بنفس المقدار كوبايه دقيق عادي، دقيق ابيض. وبعدين معلقه كبيره بيكنج باودر عليهم، ونص كوبايه جوز هند. بس يا ستي خلصنا الرواني. ولو رحتي جبتيها من عند الحلواني مثلا، جبتي طبق كيلو، شوفي هيبقى بكام، وشوفي هنا كلفتك ايه. بصوا التكلفه كلها في ايه، كل حاجه موجوده عندك في البيت، البيض والدقيق وايه تاني، فانيليا، زيت والسمنه، وزي ما قلت لك ممكن تشتغلي بزيت بس. بصوا بقى بنقلب ازاي كده اهو، ونعمل ايه بقى، نروح نازلين بالخليط بتاعنا، واخده مسحه زيت خفيفه الصينيه. بسم الله، وننزل كده اهو، يلا بينا بسرعه قبل ما البتاعة تتزحلق من ايدي، البوله تتزحلق كده علشان ايه، السطح يتساوى اهو. لا لا ما فيش مشكله. دلوقتي الفرن بتاعي شغال على 180، هدخل صينيه الرواني على الشبكه في النص على 180. بسم الله، اهي 180 تحت ومروحه. قبل ما اسقيها اديها بقى تخريمه حلوه كده في كل حته، شايفين ازاي، وخصوصا الحروف عشان الحروف ما تنشفش، احنا لما بنجيبها من بره بتبقى كلها طريه في قلب بعضها. اوعى وشك بقى حته الحرف دي، يا جمالها حلاوتك يا جمالك، يكون الشربات برد وهي لسه خارجه من الفرن. اسقي بقى كده وشوفي جمال الرواني بتاعتنا النهارده. بصي، وزي ما قلت لكم اهتموا كده
بالحروف. الله، طول ما هي بتشرب معاكي الشربات بتاعنا يا جماعة السكر قد المية، يعني شربات خفيف ماشي. وهنا نفس الحكاية، وتعالوا بقى الأصل بتاعها جوز هند، ده الأصل بتاع الرواني. أي حاجة بعد كده هتحطيها عليها براحتك، بس أهم حاجة لازم جوز الهند على الوش. أهي بصوا الرواني، شايفين؟ كل ما أقول بس إيه سمر يبقى عندها أمل إن أنا خلاص، بس هي خلاص والله آخر بسية. بصوا شكل الصينية، شايفين شكلها يفتح النفس إزاي؟ تبارك الله عليها ما شاء الله، تبارك الله بجد.